أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت ليلتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج مع الناس. أيها الأخوة، خلال الحلقات الماضية وفي كل يوم نتلقى مزيدا من ثنائكم وإطرائكم الذي لا نستحقه لهذا البرنامج، ونتلقى مزيدا من مكالماتكم التي تحمل الكثير من ملاحظاتكم واقتراحاتكم البناءة للتطرق إليها وتناولها في هذا البرنامج الذي نعتبره منكم ولكم. هناك العديد من الأخوة والأخوات يطالبون بأن نزور مناطق المملكة المختلفة وننقل أيضا الكثير عنها، وأعدكم بتحقيق هذا الموضوع إن شاء الله في حلقاتنا القادمة في عند استمرار هذا البرنامج. أيضا هناك من يتساءل لماذا لا يقدم برنامج مع الناس أغاني أو سكتشات أو مشاهد تمثيلية، وكنت قد ذكرت في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج بأننا سنعتمد في مادتنا على الفنون الشعبية التي سجلت من خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي نظمه الحرس الوطني في الجنادرية في هذا العام وفي العامين الماضيين، وهذا ما يميز في الواقع برنامج مع الناس. لا تنسوا رقم الهاتف 441-3511، نستقبل عليه ملاحظاتكم واقتراحاتكم. والآن أدعوكم إلى حلقة هذا الأسبوع. حلقة هذا الأسبوع عن مكتب العمل بالرياض، ولا بد أن هناك العديد من الموضوعات التي تستحق المناقشة والبحث. أيها الأخوة، في بداية هذا البرنامج يسعدني أن أستضيف سعادة مدير عام المكتب الأستاذ عبد العزيز التريكي، وسعادة الأستاذ عبد الله اليحيى مدير عام القوى العاملة في المكتب. نقول لكم أهلا وسهلا، مساك الله بالخير أستاذ عبد العزيز، مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، حياكم الله. هذه فرصة طيبة الحقيقة أن نلتقي في مكتب العمل. أستاذ عبد العزيز، السؤال اللي يطرح نفسه هنا، ما هي مهام مكتب العمل الرئيسي في مدينة الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهام مكتب عمل رئيسي كي مكتب عمل في المملكة هو استقبال طلبات المواطنين فيما يتعلق بالاستقدام، فيما يتعلق بنقل كفالة، فيما يتعلق بالحصول على رخص العمل، تغيير مهنة، تقبل الشكاوي ومشاكل العمالية من الأخوة الوافدين، حل المنازعات العمالية، حصول على التعويضات الخاصة بالأخوان أو بالوافدين اللي ينتقلوا رحمة الله، توظيف المواطنين السعوديين في الشركات والمؤسسات، عمل الإحصائيات اللازمة على العمالة مدة المملكة ورفعها إلى وزارة العمل. هذه بعض مهام مكاتب مكتب العمل الرئيسي. أستاذ عبد الله، ما أدري الحقيقة وش أكثر طبيعة عمل المكتب من خلال الأمور اللي شرحها أستاذ عبد العزيز؟ طبعاً كل إدارة مختصة بعملها، إنما طبعاً القوى العاملة الملاحظة في كل قسم فيها اللي هو الرخص أو الاستقدام أو نقل الكفالة كلها تمثل يعني الحقيقة ثقل ما هو بسيط على المكتب،
مراجعينها بأعداد كبيرة. إنما ملاحظ الاستخدام يعني لحداثة في المكتب الآن أقل من سنتين هو اللي الآن يمثل ثقل جامد على المكتب الحقيقة، ولأنه يتطلب بعد دراسته الحقيقة تختلف عن دراسة أي وضع ثاني، لا نقل كفالة ولا الرخص ولا فحص مهني أو توظيف ما إلى ذلك. هذه يعني بالنسبة للأول. طيب أستاذ عبد العزيز، هل تعتقد أنه الآن العمالة بدأت تتناقص على ضوء الطلبات اللي بتقدم عن الاستخدام؟ هل أيضا نقل الكفالات الآن بين مؤسسة ومؤسسة وجدتوها وبين المؤسسات إلى الأفراد موجود أيضا بنسبة كبيرة ولا لا؟ والله بالنسبة للعمالة واستخدام العمالة يمكن تناقص أو تقلص في بعض المهن أو بعض الأنشطة التجارية أو العمرانية، أما فيما يتعلق الآن بالصيانة والنظافة والتشغيل والأشياء هذه فهو لا زال على ما هو عليه نفس المستوى. وفيما يتعلق بنقل الكفالة، المكتب لا زال الآن يستقبل الطلبات نقل الكفالة حسب التنظيم الجديد اللي عمل نقل الكفالة ما ينطبق عليه. عفوا نبي نشوف مجموعة من الأخوان المواطنين، لكن الحقيقة ودي تفضل. نعم، من ينطبق عليه التنظيم الجديد في نقل الكفالة يستقبل المكتب الآن ويعمل الإجراءات اللازمة ويبلغ الجوازات. طيب الحقيقة أنا عندي في ذهني عديد من النقاط ودي أبحثها معكم فيما بعد، لكن ودي نشوف أخوة المواطنين. نقول أهلكم أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم. صالح عبد الله السوي. هلا أخ صالح. صالح أنت معقم ولا صاحب مؤسسة؟ لا معقم. وش عندك أنت؟ عندي تمديد فيز وبدل مغادرين ثلاثة. لو سمحتوا خلك معنا برا بالكلام هذا. أيوة. أنت متمدد فيز؟ قدمتهم وقال لي روح غير الرقم. أول مرة تجي المكتب؟ لا. ولا دائما تجي؟ لا دائما. وشلون شايف المكتب؟ لا شايف. ما عندك أي ملاحظات عليه؟ أبدا. كل شيء عبد العزيز ترى بيساعدك ما ما في أي شيء طبعا. أبدا؟ أبدا. لأنه ودهم يسمعون ملاحظاتكم الحين. لا أبدا ما في أي شيء طال عمرك، كل شيء مستمر وكل شيء ماشي كويس. شكرا. تفضل. يمكن نلتقي مع الأخوان إذا كان في أي ملاحظات عند الأخوان. عنده ملاحظة في شيء. سلام. مرحبا مساك الله بالخير. الاسم الكريم. مشبب هذا الشهري مندوب شركة برويساق العقد. أنا مشبب ما أدري وش عندك أنت. أبدا سلامتك، عندي طال عمرك تقديم طلب وأوراق إن شاء الله مكتملة وما نواجه إن شاء الله أي مشكلة بالنسبة للطلب، لكن أعيد على أساس إنه في هناك خطاب تعزيز من وزارة الزراعة لازم يكون مع الطلب أو يكون موجه. ليش ما جبته معك؟ والله احنا قلنا نقدم الطلب الان واذا في اي ملاحظه يبدوها لنا الموظف المختص على الشباك، ارجع اكمل ملف فيما يوصل. طيب انت وش شايف من خلال مراجعتك للمكتب؟ والله هل فيه تاخير في الاجراءات؟ هل تعتقد انه عندك افكار جديده تساعد على انجاز العمل؟ والله عند الحقيقه انه الخدمات اللي يقدمها مكتب العمل بالرياض هنا بالذات بخصوص الاستقدام يعني مجزية بالنسبة لي أنا كإنسان مواظبة أوراقي نظيفة ومعاملاتي مقيمة، يعني الحمد لله ما في أي مشاكل نعانيها، لكن بالنسبة للنتائج اللي هي تأثر على بعض الشركات أو بعض المؤسسات فتأخذ فترة طويلة فقط لا غير. يعني بدل موعدنا هنا يكون 15 يوم نقبل بالموعد هذا، لكن نحس أو نلاحظ بعض الشيء أنه يتأخر بعد 15 يوم شيء ما أعتقد أنه خارج عن إرادة الموظفين. مش يتأخر يعني أستاذ عبد العزيز ما أدري شلون الملاحظة. والله هي يمكن مثل ما حصل بالنسبة للإخوان في الاستخدام أن التأخير يكون دائما بسبب أن الملف يكون مو صحيح، أن يكون مثلا الشركة في الاستقدام هي مصفية الملف حقها عليها حاجات عند الإخوان هناك، فيه ما بيننا وبين الاستقدام مكاتبات على أساس نوضح النقص اللي حاصل. ولكن يعني في من الملاحظ نحن دائما يعني مثل ما قال الإخوان بالفاكس من اللي بدنا نحاول نحن نعقب، لو تأخر أي طلب يمكن احنا نعقب عليه بالفاكس ملي ولا بالتليفون نقول له تعاقب الطلب هذا نجيب النتيجه. يعني التاخير يكون لسبب انه يعني الملف وضع مثلا ما هو صحيح، المعلومات اللي موجوده في ملف الشركه هناك في الاستخدام يعني فيها شيء من نقص او شيء من عدم تصفيه العماله، هذا اللي بيخلي الملف يتاخر نتيجه. شكرا على الجواب، لكن بالنسبه لمثلا وجود التاخير هذا يعني سؤال الاستاذ ليش من يعني ما يكون من الموظف نفسه اللي على الشباك يستقبل طلب صحيح؟
هذا السؤال يعني، لأنه إذا جيت وكتبت رقم ملف أنت عندك، وأعتقد أنه يتأكد منه. إحنا نقول دائما رفقون البطاقة، فأنت تقول له ما عندنا البطاقة ضاعت أو البطاقة مش موجودة حق ملف الاستقدام، في حط رقم، ما به من اختصاص الموظف أن يتأكد من رقم الاستقدام. إنه أنا يعني أنت واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة كروت يعني صوت من ضمن مئات الأشخاص اللي يستقبلون مكتب يعني، قد يكون نقص أنه ما يوضح رقم ملف المضبوط في الاستقدام. وكثير ما يرجع عن الاستقدام يقول والله ترى الشخص هذا كان ماله ملفين، فإذا صار ملفين وقف الطلب حقه 3 أشهر، فأنت تعرف أنه واحد. صحيح كلامك سليم، أو بعضهم لديه قضية عمالية في مكتب العمل، تأخر أجور وما شابه لذلك، فمعهم حق أنه يعملوا الشيء هذا. ولكن المفروض أنه بعض الناس يقول أنا لازم يشعروني أنه عندي أنا مشكلة. وهذا على كل حال شكرا، ما قصرت. شكرا. مرحبا. مرحبا. الله بالخير. اسمي الكريم محمد أحمد الشهراني. راعي مؤسسة أنت؟ لا والله عندي ورشة. 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 ورشة إيش؟ سيارات. أوه أنتم يا ورشة السيارات لنا معكم حديث. أنا لأول مرة. لنا معكم حديث الحقيقة، لأنكم أنتم تجون هنا وتأخذون العمال، لكن ترهقون الناس في إصلاح سيارات. أنا والله مبدئيا لحد الآن ما فتحت، استأجرتها وأثثتها وجاي الآن بستقلب عمال. ما أخذت عمال لحد الآن. وش كنت تشتغل؟ والله أعمال حرة. أعمال حرة. طيب الآن وش مشكلتك؟ وش واجهتك؟ المشكلة عندي طال عمرك الورشة بتكلفني. تكلف ايوه كيف وطالب 10 عمال، هل ممكن انهم يجون العشرة كلهم او ما يجون؟ هذا يخضع الى ان المفتش اللي بيروح يشوف الورشه بيقف عليها الطبيعه يشوف الالات اللي عندها. سمكره وبويه هي ولا ميكانيك؟ سمكره وبويه ميكانيك وكهرب. يشوف على الطبيعه يشوف ايش الاجهزه اللي التجهيز انت مصلحها في الورشه، ويشوف اذا انت بحاجه الى 10 اعطك 10 ما في ما يمنع. بعدين يمكن يقول هو سمكره وكهرب وميكانيك، اذا تشوف الترخيص يختلف، ويمكن تجهيزه يختلف، ترخيص البلديه يمكن يختلف عن كلام. معك رخصه من البلديه؟ ما هي رخصه. ايوه ما هي رخصه بلديه. وش اللي فيها؟ فيها سمكره وميكانيك وبويه وكهرباء. اربع حاجات. اربع حاجات. وتبي تجيب عمال من برا؟ نعم. منين تبي تجيب؟ والله نحاول نجيب من تايلند. تايلند. نعم. ارخص يعني؟ مش عن ارخص، بس شغلهم يكون دقيق وامنين. انت تشتغل في الميكانيكا بنفسك ولا لا؟ والله عندي. ولا انت بس تبي تدير الورشة؟ عندي فكره وبادير الورشة. لكن ما انت مشتغل بنفسك الورشة، تعتمد على العمال. لا بأشرف عليها وعندي فكره، لكن ماني مغادرها تقريبا. طيب في شيء استاذ عزيز بالنسبه له يعني مجرد يعتمد على التفتيش؟ ما بعد قدم طلب لا احسن لما يقدم طلب. اول مره تجي تاخذ عمال؟ اول مره ادخل هالمحل. وشلون وجدت اجراءاتهم زينه هنا؟ والله اجراءاتهم طيبه لحد يعني مبدئيا معي، لان اول مره هاجي ما وجدت على المستقبل ما وجدت اي مشكله. كلش موضوح بالنسبه للشروط اللي يبي، كلش واضح ما في اي شيء. جميل.
ملاحظات تفضل. طيب انت كنا شكرا حياكم الله بس يعني. اياكم ويا الاسعار الغاليه ترى في لنا حديث مع الورش. اسمك كريم صالح المحطب من الشركه العقاريه السعوديه. يا مرحبا. وش عندك انت هنا؟ والله في من ناحيه استخراج الرخصه حق العمل يطلبون الجواز القديم حق الفيزا وبعض العمال يكون جوازه جاي عام 95 عام 96 قديم قبل 10 سنوات 11 سنه ويكون انه يطلع جواز عقب هذا جوازين يعني يكون الجواز الاول اهمله ومكتوب فيه الفيزا والمهنه نجي احنا نقدم رخصه هنا يقول لك لازم تجيبنا الجواز القديم بعدين نقعد مشكله احنا جينا نجدد الاقامه قال لازم تجيب رخصه عمل ونجي رخصه عمل يقول لازم تجيب الجواز القديم الجواز القديم بعض العمال يتركوه احنا ما يروح الجواز ولا شيء يتركوه ببلد هناك. تفضل استاذ بايز. المفروض انه اي عام يجي يصور صورته من جوازه في ملفه اول ما يجي المملكه ويحطها في المؤسسه يعني ما يعني المفروض انه اي جاك عام اليوم صور جوازه مع اوراق حطها في ملف عندك اذا طلبنا مثلا جوازه القديم تجي تقول هذه صوره الجواز القديم او ان احنا دائما ننبه على الاخوان يا جماعه اذا رحتوا للجوازات وجت تنقل معلومات في الجواز الجديد لا تنسون يحطوا المهنه لا تنسون يحطوا احنا اختصاصا هالمهنه يا جماعه اي واحد عنده جواز جديد بينقل معلومات عليه اذا سمحتوا لا تنسوا المهنه فالاخوان في الجوازات يحطون العمل لده ويحطوا مهنه وش يحطوا مهنتين فهذا فعلا يخخر يعني في ايهما اسهل انا اعتقد انه لو صور جوازه اول ما يجي ومهنته والفيزا اللي عليه حطها في ملف حقه اذا طلبناه اذا سمحت هذا الجواز الصوره حقه احنا ممكن نعتمد الصوره الفوتوغرافيه اي نعم. الاسم الكريم اسم زيد الدعار القمي هلا اخ زيد طال عمرك انا عندي ورشه ملك لي ورشه ايش ورشه سمكره وبويا ايوه والحام فقدمت انا هنا فطلبوا مني الشروط هذه وحضرت الشروط كلها والان يعني يعطونا على مواعيد والمواعيدهم مضبوطه وخدمه اكيد ما فيها اي حاجه ولا اي مجامله خدمتهم مضبوطه وشاكرينهم وشاكرين اول مره تجي المكتب اول مره اجي المكتب وشاكرين عشان تبغى تجاملهم ها لا والله كلام صحيح شاكرين على كل حال ما في ملاحظات ما في ملاحظات ابدا وشاكرينهم وشاكرين التلفزيون شاكرين شكرا جزيلا اهلا مرحبا اسمي كريم عبد الله الخطاب بالنسبه لرقم الملف العمال الان عندي الرقم معي لو بعد فتره اجي لهم اقدم يعني بعد 3 شهور اقول لك عندك الرقمي رح خذ الاوراق وعبها ثاني كامله من اولها الى اخره طيب انا عندي المعلومات عندكم موجوده الا حصل صحيح ابدا عندي لا اسمح لي انا عندي الشيء هذا الان قدمت وعندي الرقم موجود كل حاجه قال لي لا خذ البيانات هذه عبها وتعال النشاط طيب النشاط يختلف زي ايش لا ابدا النشاط اختلف لازم تعبي زي اذا مثل عندك محل خياط وجيت بتحط بقاله او جيت بتحط ورشه وش الفرق اللي يخلي هذا نشاط وهذا نشاط وش بترخي يعني طيب المعلومات المدونه الاولى هل الورشه زي محل الخياطه لا طبعا بس المقصد انه في المعلومات المؤسسة كلها من أولها لآخرها. طيب معلومات عندك الآن ما شاء الله معك كم الحين كم رخصة بلدية؟ عندي هذه كل واحدة لها نشاط مستقل وتعبي عليها. لا 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 عندي هذول كلها موجودين. كلها هذه لا تعبي على رقم مستقل. هذه كلها ما شاء الله عند الأخ. مختلفة يعني. عندي ثلاثة. وش عندي مشاغل. هذا يعتبر إيه؟ طيب لازم تعبيه الوحدة. عبيت ما يخالف عبيت هذا. وعبيت هذا كله عمال خياط فرنا بالمشغل معرض التوفيق اللي يعني مجالس هذا معنى التوفيق
توفيق وهذا مشغل الحسنه هذا ايوه هنا هذا برضه هذه تصير اوراقه تختلف عن هذا موجوده برضه يعني كله كل واحد النشاط يبوي لازم كل خياطه طيب كل خياطه كل واحد النشاط بترخيص باوراق مستقله طلعت كل واحد الترخيص مستقل برقم معين قال 10 مع الخياطه مكان معين وموسم يعني المقصد فيه وشلون المقصد بال المعلومات المدونه يبوي كل نشاط له اوراق مستقله يعني ضروري كذا يبوي كل نشاط انت عندك ورشه تختلف عن محل الخياطه تختلف عن بقاله في كل نشاط له اوراق احنا نبي نستفسر اكثر كذا وعندي الملاحظه لا ما قال ليه قال ليه قال لي شيء لو كان على نفس المحل هذا يا أيوة. ابراهيم لو كان جيت على نفس المكان هذا عنده ملف جيت عليه ملف ما عندنا بان نكتفي الا بالاستماره على ورقم ملف بس لو جيت على هذول الان عندنا رقم ملف على هذا بس عبنا هذه رقم ملف بس ما احنا ما نبغى نبغى ناكد عليه بس نتاكد اكثر احنا ما نحسب المواطنين شكرا في ملاحظه نعم عبد المجيد مشرف في ملاحظه اني انا معقد مكتب مشرف واستخدمت اسمه 14 تاشيره لشركه الموزين هم اخذوا مني تاشيرتين بس هم 12 سواقين ايه مغادره 12 سواقين للموزين وجبت لي اثنين بس مهندس ومحاسب بس تاشيرتين السائقين بالنسبه لسيارات الليموزين ما في ممنوع استخدام سائقين هذه محصوره للسعوديين فقط او من يعمل في داخل البلد الان ممنوع بالنسبه للسائقين كون قدم شهادات مغادره هذا لا يعني اني اعطيه مقابلها يمكن قدم لي 100 شهاده مغادره لكني بدراسه احتياجه وجدت انه ما يحتاج الا 50-30 اعطيه احتياجه الباقي انزله من عهدته اللي مسجلنا عليه في الحاسب الالي وزاره الداخليه انما سائقين الليموزين الان ما عاد في استخدام لازم يكونوا كلهم سعوديين ممكن نغيرها لعامل عادي عامل عادي ليش ايش تبي لا ممكن يبي يجيب عامل عادي تحايل تمام معقول عليك الشهاده يعني محتاج فينا طيب الشهاده ممكن اخذ الشهاده انت تحت وضع في الملف شكرا في ملاحظات تفضل اسمك دخيل الله مسافر المالك هلا دخيل الله ها يطن من خدم مطابع النص المحقق ايوه ايش عندك مطابع النص الحديثه ومستندات والكراسي المدرسيه هذا في عندنا ترخيص طال عمرك من وزاره الصناعه والكهرباء فيه الطاقه 81 عامل في عندنا مغادرين 58 مغادر العدد اللي طالبين الحين 34 عامل الباقيين الموجودين عندنا في المصنع والمطابع 31 عامل يقول لي الاخ لا جيب لي تأييد من وزارة الصناعة والكهرباء الموجودين اللي عندنا احنا فعلا مطلوب منه هذا حسب ما عندنا من تعليمات نمشي عليها بالنسبه للمصانع او بالنسبه للمستوصفات والمستشفيات او هذه ترجع الى الجهات المختصه اللي تخصها واللي فعلا حسب طلب منهم لازم تأييد وان كان عندهم مغادرين ما عندنا شهاده المغادره وعقود من مؤسسات تجاريه برضه متعاقدين معها على اساس كراسه بس مجرد انك تجيب خطاب يعني في مشكله انك يرفعون الطاقه العماليه الان الان محددين مثل 100 عامل فهو يجي يبغى فوق ال 100 عامل فاحنا نقول الان وزاره الصناعه قالت ما يدك ان الطاقه العماليه والبشريه اللازمه للمصنع او للمنشاه اللي هو 100 عامل اذا في بيزودون مثل الطاقه راح نجيب لنا زياده تعيد ما عندنا معنى في ملاحظات عندك ملاحظه بسم الكريم ناصر الدكان ما ادري بالنسبه اللي هو اللي يبغى يفتح محل او يبغى يفتح شيء يطلبوا منه يقول لك شهاده من البنك لا تقل عن 50,000 ريال بالنسبه لو من 1 إلى 10 عمال ما ادري بالنسبه اخ عبد العزيز هذا الشيء يعني مطلوب ولا بالاصل يعني لازم طيب انا لسه يعني اقول لك افتح محل يعني لسه بادئ طبعا المحل راح يكلف تاثيره وحاجه كذا من الصعب الواحد يكون عنده رصيد ل 5 عمال او ل 10 عمال على انه يتحصل له على 50,000 ريال من البنك البنك لما تروح له يقول لك اذا كان رصيد ما يغطي 50,000 يعني 100% ما راح نعطيك شهاده ممكن التعامل معي حيكون تعامل يعني شوف اذا كانت الرخصه الان جديده ممكن احنا نتغاضى عنها شويه اذا كانت رخصتهم طلع جديده هي الرخصه ممكن عندنا جدد يعني ما هي شهاده يعني ما هي لا هي ضمان ولا هي بشيء يعني شهاده تثبت ان عنده حركه تعامل مع البنك انا ايش دريني عنده يعني حركه وعنده فعلا بكره لو جاء عمالته وما عنده حركه سيوله وراحه وجاي عمالته حصل بينه وبينهم خلاف وين يعطيهم هنا رواتب بس بالنسبه يعني للبنك هو يقول لك انا ما اقدر اعطيك شهاده يعني بقل 50,000 لازم يكون عندك الرصيد الوافي بالنسبه للشيء هذا. اما بالنسبه للشغل حقهم يعني هنا الحمد لله يعني كل شيء نظامي ومسهلين الاجراءات كلها كامله يعني ما في اي شيء يعني كل الاجراءات كلها نظاميه. احنا نتاكد ان المحل لسه هو لسه جديد المحل يعني ما في شيء. طيب شكرا يا عبد الله. اول حاجه شلون؟ تعال تعرف على الاسم؟ منصور منفرد عارفه يا ما تعرفني؟ منصور لا ما احييك منصور. منصور وش عندك الان؟ ابدا
مثلا عندي واحد قصير اللي محارور مسكين نبي نطلع له عمال نطلع له خياطين. خياطين إيه بس ما عندك مؤسسة؟ لا انا ما عندي مؤسسة الحمد لله. وشلون الخياطين ما تعتقد انها كثرت محلات الخياطة الحين؟ والله انا انسان شفته ضعيف مسكين وقال لي اوكل طلع لي خياطين وهذا الطريقة. لا كم يعطونك خياطين؟ انا ادري عنهم كم واحد يعطونك خياطين؟ هو طالب من 8 بيحط يعني يلا يعطونك 5 ولا 6 اذا كم يا عبد العزيز؟ والله حسب كبر المحل حسب الالات اللي موجوده. اذا طلب اذا طلب 8 يلا يعطونك 5 هذه الطريقه عندهم معتاده. يعني انت تطلب 8 عشان يعطونك 5 ليش ما تطلب 5 ما يعطونا الا 3 أو 4؟ لا هذا على الطريق هذا الطريقه هذا عنا عارفين طريقتهم هذه طريقتهم. لا لا ما حد ينتبه لها الحقيقه هذا مو صحيح. لا ما هو صحيح هذا ما عارفينها من اول من قبل مو عندكم انتم في هذا ما ادري عنكم. إيه عندنا في هذا إيه؟ اذا كان اما عندكم في هذا بيض الله وجهك اما انت بيض الله وجهك ما في قصور بيض الله. لا هو الحقيقه اذا قدم الطلب ووجد فعلا طلب فعلي وحقيقي وافق عليه لكن في محلات الخياطه وهذول يعطي العدد فيه نسبه معينه. نعم إيه لا بس اذا كان تجهيزه ومحل يستوعب والمكان يختلف يعني ما هو. نتعرف ايضا على الاسم. احمد محمد اليامي. ها احمد ايش عندك؟ والله عندي طال عمرك عندي ورشه حق الكترونيات والمعروف ان اللي قدمت هنا قالوا المراجعه 10 ايام او 15 يوم بالكثير وحاليا لي 20 يوم ولسه امس المفتش طالع يعني بعد 20 يوم مضت علي وكل يوم انا راجع هنا اخر شيء توه طالع مفتش امس ما طلع الا امس. يعني انت تشكو من طول الوقت؟ من طول وقتي. هو اللي يحصل ان الاخوان يحطون رسم كروكي فاذا راح المفتش حقنا ما حصل المحل
يعني ما هي توصفون المكان يعني. وضوح عنوان. وتعرف احنا مع الاسف انا عناوين ما برقم ولا بشارع ولا شيء. اذا جيت شارع مثلا الفلاني فانت علي الدكلمي يجي يفتش ما يحصل شيء. وبعض الاخوان ما يحط اللوحه على محل حقه. يعني يجي هنا يقدم لمكتب العمل وقبل ما يحط اللوحه على المحل عشان اذا جينا نروح نفتش نشوفه ساعد هذا. فيجي نفتش امس كل الشارع من اول لاخر ما يحصل المحل يرجع مره ثانيه. هو طلع قبل كذا يرجع مره ثانيه. طلع قبل كذا نفس المفتش نفس الشخص نفس المفتش طلع وشاف المحل. طيب انت يعني مره ثانيه انت احمد تقترح ان المفتش يروح معك؟ والله المفروض يعني انه يسوي موعد زي ما تقول طريقه الهاتف يسوي لك موعد يطلع مع كذا واحد ثلاثه اربعه. نقطه مهمه والحاجه الان يقول هو طلع سبقا طلع المفتش يعني معناه انه وجد عليه ملاحظه وفي عيد المعامله وتبين الملاحظه عند قسم النتائج هنا في يستكمل الملاحظه لا بد ان يطلع يشخص المفتش مره ثانيه عشان يطلع على الواقع. بالنسبه لانه يطلع مع المفتش لا وش معنى كون يعني لازم المفتش يطلع يعني طلعه مفاجئه انما لو كان عنده خبر واستعداد يعني يمكن يتغير الوضع يعني. لان الاخوان يستعدون فمشكلتنا ان احنا الان تفاجئونهم مفاجئ نجي نحصل محلات الان فتشنا عليها ونجي بعد شهر ما نحصلها الان. وهذا مدري يكون محلكم من نفس لا انا محلي لها الحين تقريبا سنه محلي لها سنه الحين ثابت وطلع المفتش من حوالي 8 شهور بعدين اول ما فتح. مهمه الان الرياض ما هي بصغير يعني واحد في النظيم وواحد في الشفاء وواحد في المناطق. اضافه الى هذا يعني نتيجه الجولات التفتيشيه وجدنا يعني محل اليوم باسم هذا بعد شهر او شهرين يطلع المفتش على المنطقه نفسها يمشط او يناظر يلقى هالمحل تغير اما شيلت لوحاته واستاجره واحد ثاني ولا شيء. فهذا طبعا هو اللي يخلي الجولات ما تصير. شكرا. في ملاحظات تفضل. والله فيه اسم الكريم عبد الرحمن الشمراني. هلا عبد الرحمن الله يحييك طال عمرك. في ملاحظه الحقيقه انا شريت مؤسسه اشتريت نعم ومع الاسم التجاري. طبعا اثناء مراجعتنا للقوى العامله على اساس نقل الكفالات وما شابه ذلك قالوا انه طبعا لازم تتخذ اجراءات جديده وتنقل الكفالات طبعا عن طريق الجوازات. فما ادري ايش راي الاخوان في هذا الوقت. هذا هو الوقت لازم نكتب للجوازات بنقل الكفاله لانه تغير المالك. لو كان المالك واحد وعنده منشاتين وشطب واحده وبكره هذا فيها تعديل انما اذا كان اشتراها فتنقل الكفاله العمال على المالك. مالك الجديد. طيب الاسم التجاري طبعا هو واحد يعني انا يعني الاسم التجاري واحد بس المالك اختار صار المسؤول العمال انت بدل الشخص اللي اشتريته ما في شكل احد نكتب الجوازات تقول في دكم من المؤسسه الثانيه انتقلت نعم. ملكيتها الى كذا وتنقل تنقل العمال لازم داخل الجواز التاشيره طبعا داخل الجواز ما مكتوب فيها مؤسسه كذا لصاحبها كذا. الجوازات تعدل ان تغير الى المالك بلا مبلغ الكفيل تغير. انت الظاهر يمكن عبد الرحمن ما تبغى تدفع قيمه لا هذا الهدف لا والله بس يمكن يكون فيها مبلغ يعني حق مقابل نقل الكفاله. هذا سليمان كم العمال؟ والله تقريبا حوالي 12 او 13 على فكره استاذ عبد العزيز فرصه طيبه نسال والاخ عبد الرحمن معنا واقف طالما انه بينقل مؤسسه لمؤسسه نقل الكفاله من شخص في المؤسسه الى مؤسسه او من كفيل الى كفيل افراد او شيء وش الشروط الان؟ الشروط الان اللائحه الاخيره اللي صارت انه يجب ان يمضي سنتين عند كفيله الاولاني الاجابه وان حصلت نقل كفاله في الاشخاص اللي يحملون شهادات دراسيه دبلومات تخصصيه شهادات جامعيه يعني اصبحت الان فئه العماله العاديه هذه او فئه العماله المعماريه ما عندها نقل كفاله. عامل عادي سائق نجار سباك دهان مبلط مليس هذه اصبحت الان بالتنظيم الجديد ما عندها نقل كفاله. حصلت الكفاله في الاشخاص اللي معهم شهادات دراسيه ومضوا سنتين عند كفيلهم الاولاني وتعتبر هذه اخر نقل كفاله بالنسبه لهم لانها يعني يعطى فرصه واحده على اساس انها كفاله بعد ذلك ما عندها نقل كفاله. كم قيمه هذه حسب الان وتعتبر المره واحده يعني يعني 1000 ريال مقابل نقل الكفاله لمره واحده بعد مرور سنتين على الكفيل الاول. ها عبد الرحمن طيب هذا وشلون بينقل اجل عماله؟ الان احنا بنكتب للجوازات يعني اساس يضيفون في الجواز يختلف ان المالك الجديد لان اصبح العمال انتقلوا من مثلا عمر الى زيد هو المؤسسه ما تغيرت بس اللي صار مسؤول عنهم اي اللي صار مسؤول عنهم الاخ الان شو اسمه عبد الرحمن بالنسبه طال عمرك لل طبعا الملف هو لابد طبعا من فتح الملف طبعا انا اقصد مثلا انه على اساس يعني ما في مسبقا مثلا في الجواز مكتوب لصاحبها كذا هم يضيفون تظل مثل ما هي مثلا لا هم يضيفون الجواز لا يضيفون الجوازات ملف لا يضيفون فوق المؤسسه نعم يحطون صاحبه فلان يعني لازم معلوماتك يعني بالنسبه لهذه الان هذا نقل ملكيه المحل او المؤسسه المنشاه
هي الان عباره يستثنى حتى لو انها ما امضى سنتين او اقل هذا تنقل كفالتهم، لكن في حاله نقل كفالة انا عندي منشاه وانت عندك منشاه قائمه نفس النشاطين متداخله ونفس التخصص الشخص هذا لازم يمضي سنتين ونقل كفالته لمره واحده بس. طيب لي استفسار، لانه انا الحقيقه حرصت على اني يعني يكون الاسم التجاري من ضمن البيع، بينما انا عندي مؤسسه اخرى يعني كان باستطاعتي اني يعني اعمل المبايع على اسمي على اسم مؤسستي اللي عندي، لكن انا يعني كلفني طبعا شراء الاسم على اعتبار انه طبعا ما هناك اجراءات نقل كفاله في داخل الجوازات. لأن تغير المالك، تغير المالك هو لازم. عبد الرحمن ما في حاول تقنعهم. شكرا. نشاطين نشاطين أنت والمالك واحد وشطبت واحد من هنا في عمالة هذا تعديل. تفضل اسمك كريم. عدوان عوض البدراني مدير العلاقات العامة بالعيادة الاستشارية. الحقيقة احنا يجب أن نشكر مكتب العمل على جهوده الجبارة، وهذا الشيء طيب يجب أن يشكر لأنه يستحق الشكر. الثاني أنه تعرف إحنا كقطاع صحي يتطلب إلى جلب أيدي عاملة، ولما القطاع الصحي يختلف عن القطاع الخاص أنه بيعطى طبعا القطاع من اليد العاملة من الشؤون الصحية، ولكن يبقى هناك اللي هو بالنسبة للفنيين، ولكن يبقى هناك الخدمات المساندة. خدمات المساندة طبعا بنطلبها من مكتب العمل. مكتب العمل لما بنتقدم له يبي يخفض علينا العدد، وهذا طبعا بيضرنا احنا لانه بيخفض العدد، ولولا الحاجه له ما طلبنا هالطلب. يعني ايش عندك مستوصف عندي ولا مستشفى؟ عندي الان عيادات استشاريه. عيادات استشاريه؟ اي نعم عيادات استشاريه تكون من تجيب يعني ممرضين وحق المختبر. الممرضين طبعا هذا عن طريق وزاره الشؤون الصحيه، عن طريق الشؤون الفنيين بالقوى المساندة. الخدمات المساندة مثل العمال النظافة، مثل الكهربائي، مثل السواقين. طيب وش المطلوب الآن؟ المطلوب طال عمرك كان الآن متقدم طبعا في العدد هذا اللي لولا يعني الحاجة له ما تقدمت له، فأظن مكتب العمل يقول أنه لازم يخفض منها هذه. كم طلبت أنت؟ طالب مننا 12. وعطوك كم؟ لحد الآن هذا الطلب موجود سبق هالحين قبل لا يصير شيء. ايوه هو الحين طالب عمال نظافه. أيوة. عدد كبير. أيوة. طالب هنا تكييف مركز. انا مشكلتنا يا صح سليمان ان احنا دائما يجب نقارن ما بين 2 الى 52. احنا مشكلتنا هالاثنين ذولا ودنا نرفعهم الى 5 ودنا نرفعهم الى 10. هالاثنين ذولا ما نبغاهم يضلوا اثنين. السعوديين هنا مثلا هذا مرتبطين، هالاثنين ذولا مرتبطين بالطلب اللي هنا. مثلا السعوديين من عدد العاملين لديهم اجمالا 54، السعوديين منهم اثنين والغير السعوديين 52. يعني احنا مشكلتنا ان الان اللي بتقف معانا دائم هي مشكله ان مكتب العمل يحاول انه يرفع نسبه المواطنين في هالقطاعات اللي ثابته. صحيح هو اي سعوديين. والله طال عمرك احنا ما حصلنا سعوديين بيشتغلوا نفس الشغل هذا. ولا احنا ولا احنا ما في سعوديين على ما تعطون رواتب. ولا حنا نتمنى ابدا ابدا اي انسان. هذه مشكله ثانيه انه السعودي لما نحيل اي انسان يقول نعطي 500 ريال 800 ريال من اي انسان مؤهل يعني اي انسان مؤهل بيشتغل ممكن يكون بالعمليه هذا، ولكن كسعودي ما هو راضي يقوم بعمليه تكييف او عمليه كهربائيه. الناس اللي يراجعونا دائما شوفوا الشباك التوظيف دائما يكون مليان يعني ويراجعونا بس احنا والله ما ارسل طبعا الرواتب تعطى على الكوادر الموجود. خلينا الان انت الان امام مدير مع مكتب العمل ومدير القوى العامله يعطونك سعوديين تقبل؟ اقبل. خلاص بيعطونك بس شرط انه يشتغلون نفس الشغل. لا يشتغلون بس أيوة. ما تشرط عليهم مرتبات متدنيه. والله انا اعطيه حسب طاقتي يعني. والله نفس ما لا طاقتها. شفت هذا المهم. لا حسب نقطة مهمة يعني يبي يعطيه مثلا يقول بعطيه 800 ريال. انا بجيب واحد مثلا من هناك ب 800 ريال. لكنه ما حسب التذاكر ولا حسب العلاج ولا حسب السكن ولا حسب الإقامة والسفر. والله الحقيقة أنا كل ما أتمناه أنك تسدد الوظائف هذه من المواطنين السعوديين. طيب كم تبي تدفع للتكييف؟ لكن للأسف كم ما حتى قدم لنا بالنسبة لل كم تبي تدفع؟ جاك واحد سعودي لك شوفوا مؤهلاته. أنا عندي كادر موجود شوفوا مؤهلاته. إذا كانت مؤهلاته والله أحيانا يجيك واحد متخرج من المركز ما يعرف شيء. أعطى فرصة.
وين اعطي فرصه؟ الاجنبي اللي هو افرض انه خرب، افرض انه خرب، انا عندي مشروع مكلفني 4 مليون مثلا، شايف؟ افرض انه خرب يوم من الايام وفيهم مرضى وفيهم اطباء وفيهم خرب المكان. لا بالعكس، ان شبابنا فيهم الخير والبركه. احنا ما نقول لا، وانه على كل المؤسسات الحقيقه والشركات اللي موظفون ابنائنا السعوديين اللي تخرجوا من المراكز التدريب والمعاهد الفنيه وفيهم منهم. لو في نقطه مهمه الان، هل لي هالحين يجيب من برا؟ اكيد انه متدرب وفاهم لا شيء، يدربه هنا ايش؟ وفيه واحد اثنين، لكن الكثير منهم يجي على مستوى عامل حتى يكسب الخبره من عدوان. للاسف الحقيقه انه البحث عن الاجور المتدنيه هي اللي تدفع الشركات والمؤسسات الى انهم يجيبون عماله مستقدمه، بينما في شباب سعودي مؤهل يتخرج من المراكز التدريب والمعاهد الفنيه. هذا كل ما نتمناه، لكن ما هو سعودي يجيني مثلا يقول ابغى مثلا 10، لا ابغى مثلا 5، انا حسب طاقتي، انا حسب طاقتي. لا في سعودي، لا في اعطها 2000 ريال كثير، اعطها 2000 ريال كثير، مستعدين. هذا روح طيب الحقيقه، انه انك يجب انك تعين الشباب السعودي. شكرا على طول. هو معنا في ملاحظات من الاخوان؟ عندك ملاحظه؟ عندي ملاحظه. تفضل. في ملاحظه طال عمرك، ان مكتب الاعمال يدي مجهود كبير جدا يعني بالنسبه اللي يطلبون وظائف، فلما يرسلون الموظف اللي هو تقدم هنا يبغى وظيفه يرسلونه للشركه المعينه، هم يحطونها مجرد روتين عشان يتخلصون من باقي الاجراءات مكتب العمل. فلما يروح المكتب لمكتب الشركه هذه يقول والله ما عندنا الا فراش ولا تصب شاهي وهذه، ولا ما عندنا مرتب يكفي، عندنا مثلا 600 ريال 1000 ريال. هل تعتقد هذه مسؤوليه مكتب العمل ولا مسؤوليه الشركه؟ لا، مسؤوليه الشركه، بس مكتب العمل طبعا وده يوظف جميع اي مواطن او شاب يعني. طيب وش اللي تطلب من مكتب العمل؟ اطلب من مكتب العمل انه يعني في اثناء رفوض مثلا العامل صاحب الشركه يستدعى مثلا، يلزمه مثلا بشيء. هذا اللي يحصل، هذا اللي يحصل، هذا اللي يحصل، هذا اللي يحصل. دائما اذا فيه مثلا دائما رفض، اول ما نرفض الاستقدام حق الشركه ما نعطيهم استقدام، اذا جاء نقل كفاله ما نعطيهم كفاله، اذا جاء قلنا ما عاد في رخص الا لما تعدلون تحسنون وضع التوظيف. عينوا من السعوديه؟ عينوا من السعوديه، يعني عندنا من اجانبهم يا اخي، ويتركون شباب كثيرين. لا شوف الاخ عبد العزيز يقول لك انه يستدعون صاحب الشركه ولا يعطونه فرص في نقل كفالات ورخص. كثير يرجعونهم. طيب هذا يجي ليه؟ قلنا له طيب ليش الاجنبي؟ قال والله ما تقدر انت تحل محله. طيب ايش نقول له؟ طيب هذا اللي كثير يحصل يعني، هذا من شباب كثير يعني كثير جدا. اللي قلت له طيب، قال معي انا خطاب مكتب العمل، والله قال لي تبغى تصب شاي ولا توزع ولا كذا، قال لا. واللي قلت له طيب ليش هالاجنبي يستلم راتب؟ قال والله انت ما نقدر نملكك احنا. هذا معه اقامه، اذا ما عجبنا سفرناه وانت والى اخره. نفس الكلام هذا اللي قلت. هي والمشكله اللي الان نواجهها انها يعني معظم او برضو يعني غالبيه الاخوان مع الاسف الشديد عندما نرسل الشركه ونعني نبذل جهدنا ونتدخل شخصيا في ان نوظفه، نفاجئ عقب اسبوع ان الشركه تتصل بنا تقول يا جماعه اللي احنا وظفنا وتعبتونا علشانه وعطيتوا شغلنا علشانه ترى معجل وانقطع العمل، او اذا بغوا عاد يعني يبالغون في انهم يعني هنا نبوظ كتبوا لي خطاب رسمي انه في يدكم من فلان اللي وظفناه كذا كذا انها انقطع العمل. فاحنا كمان نبغى من الشباب ومن المواطنين احنا لما والله نجتهد مع الاخ ولا مع الثاني نوجده ان نحطه في عملنا كمان يحافظ على عمله. العمل شيء يلتزم التزام صح. المؤسسه يبغى انتاجيه، يبغى انتاجيه عمل. نعم. بس طال عمرك انهم يطفشونه بالامل عشان يطفش هو السعودي الا هذا اللي يحصل. صحيح يطفشونه عشان ما يبغون يفصلونه من قبل مكتب العمل، لا يطفشونه يعني يا يضغط. جربت انت على الشيء؟ والله انا جربت سابقا يعني، بس يطفشونه التطفيش يعني لغايه يبغى يهرب. بس حقيقه احنا من خلال هذا البرنامج نناشد كل الشركات والمؤسسات الوطنيه انها تسعى الى توظيف الشباب السعودي. شبابنا فيهم الخير، فيهم البركه، فيهم المؤهل، وفيهم الاخلاص المتفاني من اجل مصلحه هذا البلد. ويجب ان يكون هناك لدينا واجب وطني في الاسهام مع مكاتب العمل في توظيف هؤلاء الشباب واعطائهم الفرصه، واعتقد انهم لن يقلون ابدا عن الانسان المستقدم اللي جاي من الخارج. شكرا. شكرا.
في ملاحظات أخرى؟ في أي ملاحظات؟ الأخ السوداني هذا جاي مراجع. الحمد لله. ايش عند؟ تعال تفضل. كله عند رغد عمل. بس انت اسم الكريم؟ اسماعيل احمد علي. اسماعيل احمد علي، انت جاي تاخذ بطاقة؟ ايوه. بطاقة ايش انت؟ قطع عمل. ايش تشتغل؟ عامل في المؤسسة. عامل في المؤسسة. أيوة. واخذت البطاقة؟ الحمد لله خلصت. عامل ايش؟ ايش نوعيته؟ والله بشتغل عامل في سباكة. الحقيقة عبد العزيز هذه نقطة مهمة جدا. مثلا الأخ مثلا عنده بطاقة عامل، يقول أنا الآن أشتغل سباك، وش اللي يخلي المواطن يعرف أن هذا الشخص سباك أو كهربائي أو نجار؟ ليش ما تحددون المهنة في البطاقة؟ نحن نعتمد على تحديد المهنة عن طريق الختم اللي جانا من القنصلية السعودية. القنصلية كتبت على فيزته أنه عامل، بطلوا من هنا مكتب الاستقطاب عامل، وجاينا يدخل المملكة عامل. كل مثل واحد، كل مهنة بتطلع من المملكة حدد ايش المهنة حقتها. في عندنا قسم ثاني اسمه قسم تغيير المهنة. في حالة ان يكون الشخص عنده مؤهل علمي او مهني، والمؤسسة او الشركة يشتغل فيها في حاجة لها التخصص، يدخل في نفس اختصاصه، هذا يتغير مهنته حسب تعليمات تغيير المهنة الموجودة في مكتب العمل. اضافة الى هذا، الان جاينا الاخ يعقب عليها، ممنوع انه يعقب عليها، لازم مواطن صاحب المؤسسة منشاه او معقب سعودي مفوض تقرير رسمي. انت ليش تعقب نفسك هنا؟ والله جتنا رايح. ها؟ جت رايح المؤسسة معي سوا. رايح المؤسسة معك جاي. ايوه. الحين انت سباك ها؟ لا عامل. 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 لكن تشتغل سباكة؟ لا ما اشتغل سباك، شغال محل بتاع السباكة. ها؟ محل بتاع السباكة. يشتغل محل كبير. تشتغل سباك. بس يبغى يغيرونه هذه الحين. لا انا شغال بس. هذا طالب كفيف نفق فتعب. عامل هذا ما له مستخدم كمان يعني. وشغال عامل يعني طالع كيف عامل؟ طيب شغال بحمل مواسير وبنزل وبجيب، لكن ما سبك. انت الحين هونت ها تو السباك والحين تقول والله ما قاعد اسبك. قرا بيمسكون البطاقه الحين هذه يمسكوها يسبون. طيب مشكله مطلوب العمال لحظه مطلب لحظه تفضل. اسمك كريم. عبد موسى سهلي. مطلب مكتب العمال يحولني، قال روح احولك، خلنا ما اتعب اجيب صور تابعيه بتور يعني عند اشوف. وقال ان كان عندك شهاده. وش تبغى انت؟ ابغى عمل. تفضل. تبغى تبحث عن عمل؟ ايوه. وقال لي انا جاء توقع من العمده، جيت توقعت من العمده، جاء كل حاجه. قال لي ان كان عندك مهنه، قلت انا ما لهم تعلمت من زمان عاد ما اتعب مره ثانيه. يسالك الماحث عشان يسالك ايش مهنته عشان يقدر يوجه على المهنه حقته. انا مزارعي واي اي عمل عندك امي لاقرا ولا اكتب. مزارع انت؟ مزارع اي عمل، فراش مراسل اي شيء. لا لازم اذا كنت عندك مثلا مهنه معينه. مهنه اي مهنه؟ اي يعني ما تجي تقول انا اي شغله. لما تروح للشركه تقول مدري شغله اي شغله ما يحطك. انا جيت مكتب عمل عامل فراش وحراسه واي شيء. جميل زين شكرا. في ملاحظات؟ تفضل. الاسم الكريم. جازي مزيد العتيبي. صاحب مؤسسه جازي مزيد العتيبي. شوف طال عمرك انا عندي محل الرئيسي في النسيم، وعندي تقريب 5 فروع برا الرياض. وسبق اني مرات متعدده طلبت محاسب ومين مستودع وكاتب. هذا كله يرفض الطلب. يطلع عمرك مع العلم ان عملي قايم على اسمه، وهذا ملفي طال عمرك حق الميزانيه العامه. ما عطوك يعني الاخوان؟ ما عطوني الاخوان. عطوك محاسب ولا ما عطوني؟ لا محاسب طال عمرك. وهذا موجه للمدير اليوم وجت من الصدفه. مدير مكتب العمل طال عمرك. طيب يا جازي هذا الاستاذ عبد العزيز. بس الله يحييهم اخوان. اذا ان شاء الله خلاص انا تجيب لنا اللي تبغى المدير ويشوف المدير اذا كان لك في حاجه. ان شاء الله احنا جايبينها. وش نشاطك؟ مقاولات؟ نشاطي لا بيع خيام طال عمرك، استيراد خيام. اي فنح المملكه. ما يعطى محاسب. هو المفروض يتولاها هو بنفسه، يعطى عامل عاملين تحميل وتنزيل. وعنده ميزانيه خلنا نشوف. ايش في يدرس طلبه اذا كان عنده ميزانيه تسوي حاجه ما لا يحتاج. مشترك مع طال عمرك مع اخذ اللي كاتب. لا تحتاج. ايوه محاسب. ايش؟ لا محاسب وكاتب ومين مستودع طال عمرك؟ مين مستودع؟ ايه مستودع واحد من جماعتك عاد ما له المحاسب معقول. اللي من جماعتك طال عمرك ما هم مشتغلون فعلا. اللي كانوا يتكلمون عن الاخوان فعلا صحيح. احنا طال عمرك لما نستقدم احنا نستعز بالمواطن، ودنا اللي يشتغل مواطن. لكن المواطن طال عمرك مثل شغلتي انا لازم يكون متواجد 24 ساعه.
24 ساعة السعودي ما هو متواجد. أنت تبي وش تبي تو؟ لا لا هذا هذا هدفي بس أنا أشرح أنا على محاسب وش بعد؟ حاسب وكاتب ومين مستودع؟ الكاتب خلها من عندنا والمحاسب من هناك من برا. مستعدين من عندنا طال عمرك. ولا في أحد يشتغل 24 ساعة. ما في. بالنسبة للكاتب والمحاسب دوام هين هذا دوام طال عمرك. لا هذا لما يجيني طال عمرك واحد. مثلا أحد يشتغل 24 ساعة. ما ينام ما يأكل. محلاتي طال عمرك أنا مهيب ما هو دكان تسكر. بس مو بيشتغل 24 ساعة. صعب شغل. هو سكن عنده بالنسبه للمحلات انا بس حتى لو سكن عندك ما هو مشتغل 24 ساعه لا. مثل ما تقول طال عمرك في اثناء الدوام يشتغل والراحه يستريح لان السكن داخل المعرض حط سعودي حق سكن سعودي او من وزير ما هي مستعدين بس السعودي طال عمرك يختلف السعودي ما هو محمل ومنزل وسواق وكذا وبنيان لكن ما اما كاتب ومثل ما يشبه هذاك طال عمرك ومن مسودع معلش نحط سعودي لا شكرا جازي شكرا ان شاء الله ما دام الاخوان وعدوك في حل الموضوع ان شاء الله ونعمل ان شاء الله بقيه الوظائف انك تعين فيها السعوديين السعوديين مستعدين ان شاء الله هم الان حيوجهون لك سعوديين ترى على فكره مستعدين ان شاء الله خلاص حسين عبد العزيز مع بدء العطلة الصيفية لابد أن هناك الشباب الآن يبحثون عن فرص وظيفية مؤقتة في مؤسسات الشركات هل ستبدأون هذا البرنامج هذه السنة ولا لا؟ إن شاء الله تعالى سوف يبدأ البرنامج في بداية الشهر القادم إن شاء الله في 5/11 يبدأ إن شاء الله برنامج تشغيل الطلبة لمراحل معينة من الثانوية وفما فوق من الثانوية فما فوق يعني مرحلة متوسطة وشهادة ابتدائية ما في شيء أستاذ عبد الله قضايا الخلافات اللي تصير احيانا بين الكفلاء وبين العمال والبعض العمال يشتكون انه ما يستلم مرتباتهم والى اخره هل هذه صحيحه الظاهره موجوده فيه شيء موجود وهذه تحال عندنا ادارات مختصه اللي اداره التفتيش واداره القضايا اللي تنظر فيها يعني اللي تنظر فيها موجوده يعني فعلا موجود بس ما يبي ذيك الكثافه اللي تتوقع تصورها الواحد يعني الحمد يعني الخلافات بسيطة يعني ما هي بالهدف خاصة بالنسبة للأجور يعني ومع أن هناك لجنة محلية فيها أعضاء من الأمارة ومكتب الأمر والتجارة والمسؤولين عنها طيب وش أكثر أستاذ عبد العزيز نوعية الاستقدام الآن بالنسبة للعمال هل هو في حقل المقاولات هل في حقل التشغيل والصيانة هل في المهنة الأخرى الآن الاستقدام منصب على الخدمات الآن اللي هي خدمات الفردية هذه خياطة حلاقة ورش صيانة على أنواعها وبعدين أنصب على التشغيل الطبي التشغيل الطبي تشغيل الصيانة والنظافة في مستشفيات الحكومة في بعض مشاريع الحكومة في المساجد في يعني كل قطاعات الدولة أصبحت الآن تعتمد على مؤسسات وطنية وعلى شركات وطنية في هنا تولى تشغيل مشاريعها وأديراتها وحاجتها أما فيما يتعلق بالمباني فأصبح الآن فيها شوي يعني خفت عن الأعوام السابقة شكرا جزيلا لفضل وش طال عمرك شوف هم الأخوان الحقيقة المدراء ما يقصروا وفي الوضع أنهم ما يقصروا لكن توشوا لما تيجي على الموظف ما يعطيك الكلام الجواب السنة أو يعطيك الشيء المطلوب عليك أنا صار أراجع من 22/8 ومحلاتي مسكر وما جرى لما تيجي تطلع معك على سيادة المدير يقول لك روح على فلان ولما تيجي على فلان يقول لك تعال لي بعد ساعة وتعال بعد كذا فهذا يا طول عمر محمد بن حمد العارضي على محمد انت صاحب مؤسسة اي نعم طال عمرك ما مؤسسة عندي فريعات 2 أو 3 خياطة وما ادري ايش بسيطة خياطة هذه مين مؤسسة فريعات بسيطة هذه طيب وش هذه الحقيقة انا لما اجي على الاخوان المدراء عشان انه يعني باهي قدامهم او كذا يعني زي ما تقول بعض يقول الاخوان النفاق او شيء الحقيقة ما يقصروا لكن بعض الاخوان بعض الصغار الموظفين لما تيجي عليه او ينفر عليك ولا يعطيك معلومات ما هي بكافيه وانا صار لي 22/8 وانا راجع واحد يقول لي في هنا وعليه دقن قال انت اخر شيء يقول لي ما تفهم سمعني على شيء انا افهم فيه فهذا شيء طال عمرك يعني ارجو من ان يحط يعتبر الملاحظه ذي انت وش تبغى على فكره قبل كل شيء تبغى عمال اي كم عامل والله انا طلبت 9 وما ادري شو وافقوا عليه ولا ما وافقوا الفريعات هي الفريعات 9 اي وعندك منهم احد الحين والله ما عندي غير رحمه الله كلها مسكره والله لا جرات تضرب علي من ليش مسكر وش اسوي ما عندي والي ما عندي غير 2 ولا الحين بعد ما نقلت كفالته بعد اي والله تستر عليهم لا مو متستر طال عمرك بس اعطوني هم ما قصروا اعطوني امر وهذا هي بس باجي بعض الملاحظات شوي والله أنا أول شيء بالنسبة للملاحظة الأولى إحنا يسرنا دائماً والكلام الأخوان كلهم هنا إن أي موظف تعرف الموظف يعني كل واحد من الموظفين يخطئ يعني ما في أحد معصوم من الخطأ
والموظف يستعب والموظف تعرف انت يعني الموظف بعض الساعات تجي يلا يلا ما اكلمك بس اذا والله حصل من كذا الباب الاخ عبد الله مفتوح باب مفتوح تجي عنده تقول يا جماعه احنا رحنا موظف لاني ما عملنا كذا كذا احنا نقدر ندخل نقدر نجيب موظف نقدر نقوم بانفسنا نعطيك اللي بدك اياه ما في ما يمنع يعني بس العمال اللي تبيهم ولا كلهم خياطين ولا وشو؟ اي والله كلهم خياطين. محلات خياطه نسائيه؟ لا لا نسائيه ما تعمل الا ويا الرجال، النساء ما تعمل في طال عمرك. مو بخياطه لا 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 ما تعمل الا ويا الرجال طال عمرك اللي شرواكم. ليش والنساء؟ لا لا ما تعمل الرجال هذه طريقتي. خياطه النساء اربح. ما ابغاه. اكثر. الربح طال عمرك من الله سبحانه. ايه. الربح من الله سبحانه. منين تجيبهم؟ والله طلبت من تايلند ومن باكستان. ايه. انت اشتغلت قبل كذا في الخياطه؟ لا والله بس اشك منه. ليش اخترت الخياطه ورا ما اخترت غير الخياطه؟ والله طال عمرك شجعني على واحد انشروها الوجه والحمد لله سفته بعض الزملاء والاصدقاء يعني في بعض هذه قالوا احسن ما الحين محلك شغال؟ وين شغال ما في اقول لك الاثنين والباقي كله مسكر. ليش؟ ما في والي، منين اجيب الوالي؟ تبغاهم اذا جبت لا جبت عمال وراح اذا لا لا ما جبت، اذا جبت عمال طال عمرك وهم على كفالتي طلع مكتب العمل يفتش علي او الوزاره ولا كذا 10000 من نجيب 10000 لا لا خلي خرامه اي خلي ينطق عندك اثنين مخالفين ما هم مخالفين هذول وافقوا على نقل كفالتهم وافقوا ولا نقلتهم وش ها قاعد امشي في اجراءاتهم هذا مخالف عبد العزيز ولا لا دخل موافقه لها اذا اخذ موافقه ماشي وتبي تسعه خلصها والله ما ادري عاد موافقه ولا ما ادري خلاص حصلها مفتش انتبه من كلام اخواته اذا حصلوا فتشوا محلك الاثنين ذول هم على كفاءه ترى كل واحد 10000 ريال لا لا موافقه وجبت موافقه وخل كل حاجه لا جبت موافقه من عندهم ومكتب من اياه وكل شيء بس باقي اجراءات بسيطه بس افتح حق هنية والله في العمارة ذي والله ما ادري وش هي لا لا هنا هنا عمارتكم ذي الملف فيه بس باجي الملف بس ما سويت شيء يعني ابدا بس هذا بس باجي على اساس يشرح علي بس مثل الفريعات مثل الفريعات لا بسيط فاحنا نرجو بس من الاخوان حقيقه ما يقصرون بس عاد نرجو ان يعتبروها شوي واجبنا واجبنا اذا قمنا باي عمل اذا ادينا اي خدمه هذا واجبنا تجاه الشركات والمؤسسات والاخوان والافراد والمواطن يعني هذا ما نشكر عليه لكن انا لو بس انتم حلمكم علينا لا تستعجلوا علينا يعني ما هو الواحد يجي على طول يبغى شغله يخلص في اول شيء لان عندنا ناس قبلكم بدنا نخلص اللي قبل وانتم تشوفون الحين كم موظف عندنا هنا يعني الان هالعمل هذا كفاله وايقاع ورخص عمل وما ادري ما فيه الان 15 موظف لا ولا فيعني حلمكم علينا شوي لان احنا ودنا نخلص الاول باول طال عمرك يا محمد سم هذه من ثياب المحل اي طبعا هذا عمهم لازم عمهم يسوي يتكيفوا له متوصين معك اي متوصين معك كم الثوب مسوي والله طال عمرك لي انا طبعا هذا شيء اكيد لا لنا مثلكم تطلع مثل المدير 150 ريال ليش؟ لانه مدير طال عمرك المدير اي ما ترعونه لا لا المدير دائما نقصه شوي اضواء ضعيف المساكين هذا لا 120 110 بس واجد لا طال عمرك احنا انا اجيب اقمشه ممتازه كلها اجيبها طال عمرك اجداعي وسوبر جامبو 747 بعد في جامبو في جامبو وفي طال عمرك اواكس عندي وفي عندي سوبر الذهب 100% كل هذه اقمشه كلها وعندي مارادونا هذا اللي غلب الناس في الكوره ذي ما عندي واجدا مارادونا بعد مارادونا عندي ايوه نعم ايوه وعندي ملبه وعندي مارادونا تشوف مبارياته لا 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 ما اشوفها بس يوم شفت خامه في المحلات شريتها على اساس الناس تشتري ولا ما تشوف الكوره وش ابغى فيها كوره ما تحب الكوره لا 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 والثوب 150 للمدير للمدير 150 والعاديين عاديين 110 110 110 ما في 90 80 كل هذول بيفصلون حياهم الله طال عمرك كل هذول يفصلون كلهم هذول مجانا الله يعطيه العافيه هذا قمت انا بيعطي مجانا ما دام حاجه بيعطي مجانا بيعطي المدير مجانا ما دام 150 انا اقدمهم لا لا اقدمهم واقول لك خياط زين هذا والله ممتاز انت تعال زور محلنا وتجد ما يسرك طال عمرك مره 150 من بغيت من كل شيء لا انت عاد 140 شكرا محمد اتمنى لك التوفيق الله يسلمك طال عمرك وبارك الله فيك ان شاء الله ونرجو ان شاء الله نلتقي وياك ان شاء الله والفريعات ان شاء الله تنفتح بارك الله فيك ان شاء الله بارك الله فيك مع السلامه شكرا وبعد اعزائي المشاهدين هذا هو برنامج مع الناس منكم ولكم أعدكم في مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهمكم في حلقات قادمة فقط لا تبخلوا علينا بآرائكم واقتراحاتكم لنصل بهذا البرنامج إلى المستوى الذي تنشدونه شكرا لكم إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته